هذه المشاركه ديالنا الثانيه في الدعم ديال التور دو ماروك دو سيكليست. جات الفكره من عند المدير ديال الشركه اللي هو الاستاذ عبد العلي لبيه. احنا كندعموا الرياضه المغربيه وكندعموا الشباب المغربي. دونك الفكره فوالا الفكره جات باش ندعموا الرياضه المغربيه. Nous sommes un centre d'appel francophone. On a sponsorisé l'équipe Vendée U qui a gagné l'année dernière. Et cette année, on veut sponsoriser le Tour pour promouvoir le sport et le cyclisme au Maroc. كتعرفوا بان الفريق الوطني اللي شارك السنه الماضيه في طواف المغرب اللي كيمتاز بعده عناصر جيده موقفين من طرف الجامعه ومن طرف الوزاره واللجنه الاولمبيه، فلهذا ما غادي يشاركوش. ولكن نظرا لتكوين فريق وطني جديد كله اخر من 23 سنه، 95% فيهم لاول مره كيشاركوا في طواف المغرب، ما عدا اربعه المتسابقين المحترفين باوروبا اللي هو شكري المهدي، الزاهري عبد الرحيم، الرافعي احمد امين وقلدون احمد امين. هاد الاربعه المتسابقين اللي غادي يمكن لنا ينافسوا الدول المشاركه، خاصه بان هناك فرق محترفه قويه من ضمنها الفريق الفرنسي اللي فاز بطواف المغرب السنه الماضيه وكيشارك في طواف فرنسا، بالاضافه الى الفريق الوطني الروسي اللي كيشارك هذه السنه فريق وطني، بالاضافه الى فرق اخرى من السويد، من النرويج، من المانيا، بلجيكا. فلهذا يعني لو بلاطو ديال التور غادي يكون جد قوي جد صعب، لا بالنسبه للمتسابقين ولا بالنسبه للمتتبعين. وكنتمناو ان شاء الله حظوظ الفريق الوطني اللي كيتكون من شباب اقل من 23 سنه ان شاء الله.